أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهل يجوز أن نعزر بالمال في غير مانع الزكاة؟ اللي يعزر بالمال هو ولي الأمر، غير ولي الأمر ما يعزر لا بالمال ولا بغيره، هذا من اختصاص ولي الأمر. والتعزير بالمال فيه خلاف بين العلماء، والمذهب أنه لا يجوز، في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن هذا من شأن ولي الأمر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.